يا هلا ويا مرحبا المتابعين. طبعا توي واصل هذا الفحل اللي عندي زي ما علمتكم، وحطيت شوف قفص لحاله هنا وقفص لحاله لمدة 10 أيام، خليهم يتوالفوا. بعد ما يتوالفوا إن شاء الله أدخل الذكر مع الأنوثة. طبعا لازم أحط بياضة حق يتعودوا، لأن الذكر هذا من وأنا صغير مربنا ما عمره يعني لقح ولا أي شيء. وهالنثي هذه توها زي ما علمتكم على كلام صاحبها عمرها 6 سنوات. ان شاء الله في الايام الجاية اعلمكم طريقة الانتاج الكاسكو. طبعا كثير يعرفوا ان هذه اذا جتك العين زي السهم مقوسة كذا هذا الفحل، واذا جتك هذه زي كذا هذه تكون ناثية مدورة. شوف العين حقتها مدورة، هذه ناثية، هذا الذكر. حيا الله متابعين سناب خلطة ولد الشرقية. طبعا باقي أيام قليلة وندخل على السنة الجاية اللي هي 1443. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع. يا هلا ويا مرحبا متابعين سناب خلطة ولد الشرقية. طبعا ما شاء الله أول مرة أقتني أنت كاسكو، تقريبا الآن لها عندي يومين. إن شاء الله بركبها على الذكر اللي عندي، رايح انتج كاسكو باذن الله. طبعا بس بعطيكم مميزه اللي يبغى يعرف الفرق بين الذكر والانثى. شوف العين هذه تكون دائريه، هذه اذا كانت دائريه تكون انثى. اوكي، طبعا هذه انثى اليفه عمرها 6 سنوات. لو تشوف الصفار اللي في العين، الصفار اللي في العين هذه علامه انها جاهزه حق الانتاج. اوكي، طبعا الانثى اليفه وما شاء الله تبارك الله عمرها زي ما علمتكم تقريبا 6 سنوات، 6 سنوات وعليها. وعندي ذكر لها جاهز بإذن الله عمره تقريبا 7 سنوات بس للآن. طبعا يا شباب زي ما ذكرت لكم هذه الناثية توي مقتنيها، وشوف تسوي حركات اللي هي تبقى زي اللي تطعم أطفالها، تطلع زيجع زي كذا، هذه تكون أنثى الأغلبية. أوكي، عندي الذكر هناك في الصالة. طبعا كل طير حطنا في قفص لمدة شهر شهرين كذا، وبعدين ندخلهم على بعض. طبعا شوفوا هذه حركة اللي تسوي، هذه الحركة تعتبر انها الناثية جاهزة. زي ما علمتكم اكثر شيء تفرق في العين، العين تكون هذه دائرية، اما الذكر تكون زي القوس زي السهم. اوكي، بارك الله. هذه توي زي ما علمتكم مقتنيتها، والحمد لله. ان شاء الله طبعا هذه محلله 100% لها ناثيه وجاهزه حق الانتاج، بس ما بنتج الان الا في موسم البردين باذن الله. اوكي، ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا شباب زي ما علمتكم هذه الانثى اللي عندي. اوكي، وهذا الذكر هناك. اوكي، طبعا كل واحد زي ما علمتكم هذا كان بالقفص الذهبي هذا الذكر، وبالقفص الابيض هذه الناثيه، ومخليهم بعيد كل واحد بعيد عن الثاني. اوكي، شوف هذا الذكر، شوف عينه زي ما علمتكم عينه يكون زي السهم. اوكي، هذه الناثية، فنخليهم يتوالفوا مع بعض وان شاء الله بعدين نجمعهم في قفص واحد ونحط بياضة ونوريكم الانتاج باذن الله. طبعا ما نستغني عن خلطة ولد الشرقية، ما شاء الله تبارك الله. زي ما علمتكم الله هذه طالع علي ب 4500 شريها، تعال 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 تعال. مرة ارتفع بسبة أزمة كورونا والسوق انقرضة الكاسكو، فقلنا خلنا نزوج هالحلو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع. حيا الله متابعين سناب خلطة ولد الشرقية. اليوم الخميس الونيس، حبيت أتكلم عن بعض انتاج الكاسكو باذن الله والمشاكل اللي تصير الكاسكو، يعني بنخلي الحلقة سريعة وخفيفة حق المتابعين. طبعا من اقتنيت هذه النثية تقريبا لها عندي الان 15 يوم، والذكر عندي تقريبا له 7 سنوات او 8 سنوات بالضبط. طبعا الكاسكو ما ينتج الا في العمر 6 سنوات وما فوق، من فوق 6 سنوات يكون جاهز حق الانتاج. اقل نادر يعني اذا صار في الخمس نادر يمكن ينتج، بس الاغلبيه وسالت يعني كثير مربين الكاسكو من فوق 6 سنوات، 7 سنوات، 8 سنوات، 9 سنوات، هذا وقت الانتاج الكاسكو 100%.
طبعا يا ابو الشباب، بس حبيت اعطيكم معلومه. زي ما علمتكم لازم يكون الذكر اكبر من النثيه. المفروض الذكر يكون اكبر من النثيه علشان ما تصير مشاكل. اكبر غلط انك تشتري مثلا ذكر او انثى وتدخلهم في نفس اليوم على بعض. غلط، اكبر غلط، لان سبحان الله شوف هذا عضته، هذه احتمال تقص رجل الطير او منقار الطير اذا كان ما هم متولفين. فلازم نخلي مسافة. شوف المسافة اللي خليتها انا هنا، مسافة يدي، يعني شوف هذا ما يوصل عند هذا علشان ما يتضربوا. نحاول نخليهم من شهر الى شهرين، الى على الاقل 25 يوم كل واحد في قفص. طبعا يفضل انك تحط البياضة في جنب الذكر، تفلح فتحة على اساس الذكر يتعاود يدخل على البياضة. اوكي، يفضل ما نحط الكاسكو مع بعض، يكون هو طبعا زي ما قلت لكم يا شباب. الان هذه النثية عندي تقريبا ما يقارب قريب يعني 20 يوم، فبحاول اليوم اهلهم عند بعض، اخليهم يتعودوا مع بعض، لان الذكر اللي عندي متكلم واليف والنثية هذه متكلمة واليفة. فحبيت اليوم اجمعهم مع بعض فوق هنا، ما احطهم في قفص، لا اخلي يعني الذكر ياخذ راحته، النثية تاخذ راحتها، على اساس لو صار خناق او شيء كل واحد يبعد عن الثاني. بس لازم نخليهم شوي، مثلا الذكر يعض النثية، النثية تعض بشيء بسيط، ما يكونوا داخل القفص، برا القفص. وان شاء الله بوريكم البياضة اللي عندي. طبعا انا حاليا ما بقى انتج الان، ابقى انتج في موسم الشتاء علشان ما اقعد اشغل المكيف، لان انتاج الكاسكو لازم تكون درجة معينة البرودة، وهم تكون في درجة رطوبة. بس بحاول انا اخلي متوالفهم مع بعض الين 4-3 شهور باذن الله. طبعا يا شباب، الطير هذا او الكاسكو هذا حساس مرة، خصوصا اتكلم عن النثية. كثير اشوف والاحظ في السوق او اكثر المربين يصير عنده كاسكو دائما يحك في جسمه، ينتف الريش اللي في على جسم الطير. في عدة عوامل. اول عمل اللي هو يكون مثلا عندك الدود، ممكن لا سمح الله الطير موجود في بطنه دود او فوق جسمه دود، فلازم انت تستخدم اللي هو الحبوب اللي هو يقضي على الدود داخل بطن الطير. هذا واحد. اثنين، العامل النفسي، انت لازم تحط له زي كذا. شوف انا هذا احط له دروفه دائما، في عده الوان من الدروفه، لازم تحط له دروفه كل بين فتره وفتره، ودائما حاول انك مثلا تمسح عليه، ما تخليه يكون لحاله على اساس انه ما يكون عنده مرض نفسي. اوكي، هذا من اكثر الاسباب. او عندك ابو فاش الحشرات، طبعا في انواع من الدروفات. شوف هذه كشكل من الدروفه، تحطها طبعا تحطها برا، تخلي الطير اول شيء يتعلم فيها، بعدين تدخلها. لو الحين ادخلها مثلا على طول داخل حق الطير، الطير يخاف منها. شوف على طول يخاف منها، اما هذاك متعود عندي من هو صغير اعطيه دروفه. اوكي، انواع من الدروفات. طبعا زي ما علمتكم الان بفتح القفص وبوريكم انه بيكون اتوقع حاله مضاربه بين الذكر والانثى، لانهم ما بعد يتوالفوا مع بعض. بس حبيت اوثق لكم انه لازم الذكر يتوالف مع النثي اقل شيء 2-3 شهور، ما في اي مشكله. وزي ما علمتكم البياضه بعدين بحطها، لاني انا ما ودي انتج الان، ودي انتج في ايام الشتاء علشان ما اشغل المكيف حاليا. الحين لو بقيت انتج لازم مكيف معين، لازم رطوبه معينه. فان شاء الله باذن الله تعالى دعواتكم اني اقدر انتج من هذا الكاسكو باذن الله. طبعا ما شاء الله تبارك الله، زي ما علمتكم هذه النثية أليفة. اوكي، عمرها الان على كلام صاحبها ان عمرها 6 سنوات. طبعا سابقا ما انتجت، اول مره بتنتج على كلام صاحبها هذه النثية. طبعا سابقا تكلمتكم على اذا تبغى تعرف مثلا بين الذكر والانثى، اعطيناكم احتمالات، بس يفضل تسوي التحليل الدي ان اي. شوف اكثر شيء تعرفها من الدائره، اذا كان العين، اذا كانت العين دائرتها سيده يعني مدوره، اوكي هذه تكون الانثى. اما اذا كانت زي كذا مقوسه زي شكل القوس، هذا اعظمه يكون ذكر. اوكي، طبعا انا ما سويت لهم تحليل، بس هذا عندي ل7 سنوات، لو انه نثية كان رمت بيضة بدون ذكر. طبعا الكاسكو النثية ترمي بيض بدون ذكر اذا كانت جاهزة. اوكي، طبعا
عفوا يا شباب، بس حبيت اوريكم البياضه حق الكاسكو. شوف هذه البياضه، اوكي بوريكم اياها من الداخل. طبعا جاي حرف ال، هذه البياضه. طبعا شوف كيف من الداخل محطوط حق يدخل ويطلع اللي هو الطير. هذه شكلها البياضه حق الكاسكو. زين يا شباب، بس ما علمت كم ما رايح انتج انا الحين ان شاء الله في ايام بعد شهرين كذا، بس يبرد الجو بعد صفر باذن الله. طبعا هذه المفروض الان نحطها حق الذكر، حق الذكر يدخل يتعاود يدخل ويطلع ويدخل ويطلع، وهم ينتف الريش حقه علشان يجهز البياضه. اوكي هذه شكلها، هذه شيء شكل البياضه حق الكاسكو. ان شاء الله ان نقدر ننتج منها، لاني شفت 4 أو 5 استخدموا خلطة ولد الشرقي رقم 3 وانتجوا بالكاسكو. طبعا شوفوا الان فتحت الباب حق الذكر والانثى. لو تلاحظ الذكر دائما وجهه لهناك ومنزل راسه، اوكي، فهذا يدل على ان الذكر خايف من النثيه. فزي ما علمتكم نخليهم كذا شوي شوي تولفوا ساعة ساعتين ونعزلهم عن بعض، بس لازم ضروري نكون جنبهم، لأن لا سمح الله لو الآن أدخلهم في نفس القفص، في قفص واحد يعني زي تقول في غرفة واحدة، خذها من عندي قوم المعركة بينهم، يعني كل واحد بيضر الثاني. فبس نخليهم كذا بعيد وأراقب حركتهم وأشوف شنو هو بيصير في الساعات اللي جاية. أوكي يا شباب شوفوا، شوف 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 الناثية تحاول تتقرب عند الذكر. أنا متأكد لو أحطهم في قفص واحد يقوم البوكس يقوم طبعا ليش أقول لكم أنا أحب أراقبهم من ساعة إلى ساعتين؟ شوف وين راح الذكر، فوق البلازمة. أقسم بيت الله وأخلي على البلازمة أجي إنها مكسرة أو بيقطع لي الواير. يلا يلا تعال تعال محلك، روح روح تعال يلا محلك هناك. ايوه لا تبلشنا يبا، هناك لا تجينا يبا على البلازما، ارجع محلك. طبعا بنزل لكم مقطع المنتج الكبير جيرولان مكة، هو اللي حمسني وخلاني اشتري نثية حق هذا الذكر. بعد هذه السنابة بنزل لكم جيرولان مكة بعد استخدام خلطة ولد الشرقية لتحسين الانتاج. طبعا لا احد يجي لي حاليا، ما عندي ولا خلطة، رجاء يا شباب لا احد يجي لي على الخاص، انا موقف هالفترة. اوكي ما عندي خلطات للبيع يا شباب، بس بنزل لكم مقاطع من الذكريات بعد الناس ما استخدمت خلطة ولد الشرقية على الكاسكو. راسك راسك يا حلو شاطر. طبعا هذه بناتية اوكي تحب هذه تخدر هذه الحركة حق نوم على طول. اوكي اذا تبغي الطير يكون اليف عليك براسه. حلو بس انا خايف من الذكر. تعال كاسيكو تعال، راسك راسك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ان شاء الله ننتج منش باذن الله. شوف الذكر ما شاء الله تبارك الله. تعال 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 منا 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 تعال يلا تعال. اوكي يا شباب اعطيتكم معلومات خفيفة وقليلة بس في انتاج الكاسكو، وهذا اللي عندي الخلفية والله. شاطر. شوف النثية هجمت الذكر والذكر نزل تحت على طول. هذا طبعا برا القفص، لو نم داخل القفص كان زي ما علمتكم قامت المصايب، كان حرب هنا. شوف طبعا الذكر خلاص نزل من القفص. زي ما علمتكم لازم يتولفوا بعدين نزوجهم مع بعض، نحطهم في قفص واحد. الان كل واحد يبغى يسيطر، الناثية جت يهاجم الذكر والذكر يهاجم الناثية، فالان ما متولفين. يا جرولان حبيبي مساء الخير، ايش رايك الحين كذا احسهم؟ اوكي ترتيب. ها بس بسالك درجة البرودة كم المفروض؟ انا والله ما ودي اشتري قفص، شكلي ودي ذا القفص بفتحه على بعض، هذا عرفت بفتحه على بعض
وهذا بحاول اني الاصقه بعدين حق ارزة بالمسامير هنا، بفتح له فتحة هنا، يعني بدخل ذا القفص على ذا القفص. انا اشوف كويس، شوف المكان هاك كبير، هذا حق المستقبل. الحين خليتهم مع بعض كذا يقربوا، ويوميا اعطيهم اللي قلت لي عنه ذا الفيتامينات. اوكي ايش رايك؟ مظبوط مظبوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع، جمعة مباركة علينا وعليكم يا أحلى متابعين. طبعا اليوم حطيت البياضة اوكي قريبة عند القفص لو تلاحظوا. طبعا بفتح هذا القفص على هذا القفص قريب، بس ما هو بالحين، يعني بعد اسبوع كده اسبوعين افتح القفص مع بعض، وبفتح اللي هو البياضة حق يتوالف الذكر. طبعا اول شيء بفتح البياضة على اساس الذكر يدخل داخل اللي هو البياضة. واهم شيء يا شباب، اهم شيء نشتري هذا المبرد، هذا المبرد علشان الذكر اذا رقى يحك اظافيره هنا، يسقر اظافيره ما تكون واشره. طبعا قيمتها تقريبا 75 ريال اوكي، مبرد وكالسيوم مع بعض، كل واحده بحط لها واحده زي كذا. شوف هذا هنا، طبعا يفضل اشيل الخشبه هذه وبحط هذه. اوكي يا شباب، يا هلا ويا مرحبا بالمتابعين. طبعا زي ما علمتكم عطشين الكاسكو من البارحة، من الساعة 8 والله سحب الماي وذوبت الحين الحبة ما تبود بحبوب. اوكي الان جاهزة. طبعا هذا اللي شفتهم القفاصة، قررت ذيك اليوم قلت بفتح هذا على هذا، فقررت اني اغيره. شوفوا هذا القفص الجميل، تقريبا قيمته 260. طبعا متصفط احسن ما فيه، تشيله في اي مكان. شوفها هاك خفيف ورشيق اوكي. وطبعا زي ما علمتكم الذكر مفصول عن الناثيه لا شهر تقريبا، علشان لا سمح الله اذا الانثى ما قبلت الذكر ما تقص صبعه او يده. انا احاول اخليهم بعيد عن بعض. شوف حتى هنا في مسافه، شوف في هنا مسافه بين هنا وهنا لين يتوالفوا. شو اسوي الان؟ اسوي هذه اللي بحط يعني الان الكاسكو عطشان، لازم اصب له ماي. اوكي اتاكد انه خلص الحبوب نزل مره، لازم تعطش ولا ما تستفيد منه، لازم تعطش مره. اوكي طبعا خلنا نخلص موضوعي. طبعا بحط البياضه حق الذكر لحاله في هذا القفص، علشان اخلي الذكر يتعود يدخل البياضه، علشان وانت بكرامه يبرز فيها داخل، يحط يعني يحط يحط يعني هنا شوف، يحط علامه البراز، ما البراز على اساس بعدين الانثى تتوالف معه وتدخل. بس لازم هذا احط على هذا القفص زي ما علمتكم، ان شاء الله بفتح لكم بخليكم تشوفوا كيف كبره. تقريبا اكبر من هذا القفصين واعرض منه، هذا ممتاز جدا حق انتاج الكاسكو، قيمته 260 زي ما علمتكم تقريبا. وعليها بالعافية، أول ما حطيتها قامت تشرب مرة. الآن استفدت من هذه التجربة، حطيت لهم زي ما علمتكم الحبوب. بعد 15 يوم أكرر الحركة هذه، لأن الآن الحين إحنا بنقضى على الدود المتواجد في بطنه، يبقى البيض، البيض متى يفقص؟ يفقص بعد 15 يوم. فإن شاء الله عليها بالهنا والعافية. طبعا هذه الناثية أوكي، الان الحمد لله شربت من الحبوب اللي عطيتها، اساس اجهزها زي ما علمت كمان ناوي في بدايه ما يتعدل الجو اني بزوج الذكر مع الناثيه. الان زي ما علمتكم منفصلين شهر شهرين ما في اي مشكله، وعلمتكم علامه الذكر كيف تعرفه من العين والوقفه مع الناثيه. اوكي خلنا افتح لكم هذا القفص الان واريكم كيف شكله باذن الله، وش بحتاج بعد علشان اكمل القفص. طبعا يا اخوان هذه اخر اللي هو طريقة فكيته، ما اخذ حتى من عندي ثنيتين، على طول يتصفط ويتفتح هذا القفص، افضل من هذا. طبعا زي ما علمتكم الان البياضة هذه لازم افتح لها، احطها هنا في الجنب وافتح لها فتحة. وهم يبيلي حطب مال اللي هو السمر او شجر الامريكي
ونحط فيه اللي هو زي ما علمتكم هذا ايش اسمه، نسيت اسمه ذا والله، نسيت اسمه. المهم نحط واحد من هنا واحد من هنا، ونفتح فتحة حق البياضة. بعد كم من يوم نحط الذكر، نخليه يتعرف على هذا القفص. زي ما علمتكم صعب نحط الذكر مع النثية وهم هم متوالفين، لأنه بيكون خناق، بيكون هواش. فزي ما علمتكم هذه البداية، قيمة القفص زي ما علمتكم 260 ريال. طبعا هذا الشكل النهائي حق البياضة مع اللي هو القفص. طبعا انا لو تلاحظوا حطنا على شيء مرتفع افضل، اوكي. وزي ما علمتكم ان شاء الله اول باول بعلمكم متى ان شاء الله بدخل الذكر على النثية. ماني مستعجل والله، بس هذه الطريقة، اوكي. زي ما علمتكم هذا يجيك قفل، شوف الباب هنا. زي ما علمتكم لازم افتح الفتحات هذه كذا، اقصها بالزردية علشان تكون مناسبة. ونحط هنا اللي هو الخشبة، الشجرة يعني اللي بجيبها. وفالنا التوفيق ان شاء الله، عقبال كل واحد يتابعني ينتج كاسكو باذن الله. طبعا اول مرة بنتج كاسكو الحمد لله، قريبا وليس بعيد. مرحبا يا اخواني، هذه اللي احتاجها العصا اللي حق بركبها في القفص، بس يفضل ناخذ لنا واحدة يابسة مرة. طبعا مثل هذا الشيء كويس تاخذه تغسله، تخليه 3 ايام 4 ايام في الشمس، تضرب الشمس وبعدين ندخله في القفص. يفضل تشوف لك يعني قصن. السمك حقه شفت القرشة البيبسية اللي بيعوها في البقالة نفسها، عشان الكاسكو يعرف بعدين لو جاء بيلقح او شيء، ما يعني لازم تأمن له زي كذا قصن. فهمتوا يا شباب؟ هلا والله، هلا بالمتابعين. طبعا زي ما علمتكم ان شاء الله رايح ابدا الانتاج بعد شهر صفر باذن الله، لان زي ما علمتكم الذكر والانثى ما بعد يتولفوا على بعض. فانا حطنهم في كل واحد في قفص لحاله، بس جهزت لهم القفص الثاني، وجهزت لهم اللي هو شوف هذا، جهزت اللي هو البياضه، وجهزت القفص الثاني حق الانتاج. بس ان شاء الله قريبا بس يبرد الجو، لان زي ما علمتكم تحتاج القرفة درجة معينة حق البرودة، يعني اقل شيء من 25 الى 26 او 27. فاذا انت تبغى تنتج في الصيف لازم يكون المكيف شغال 24 ساعة يا حلو. فزي ما علمتكم خلال هالشهرين هذي لي اخلي النثية تتعاود مع الذكر. شوف دائما النثية تبغى تتهاوش مع الذكر دائما، يعني شوف في القفص كل واحد لحاله ويتخن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع، يا هلا ويا مرحبا بمتابعين سناب خلطة والدي الشرقية. طبعا دائما اقول اللي يبقى ينتج الكاسكو لازم يسوي تحليل الدي ان اي علشان تعرف ان هذا اللي عندك جوز. طبعا انا هذا متأكد مليون في المية ان هذا ذكر عمره تقريبا 7 سنوات. دائما اقول لكم النثية في العمر ال5 سنوات 6 سنوات ترمي بيض، سبحان الله مثل الدجاجة ترمي بيض بدون ذكر. فاقتنعت ان هذا عندي ذكر، وشوف حتى عينه زي المقوسة تفرق عن هذه، شوف عينها هذه مدورة يا حلو. شوف شوف انا ما قلت ابي راسك، ابي اشوف عينك، شوف العين مدورة، شوف الفرق، تكون مدورة. اما الذكر يكون مقوس، بس يفضل تسوي التحليل اللي قلت لكم عنه افضل. للحين والله ما شفت الذكر مع النثية متوالف، علشان كذا خليتهم كل واحد في قفص. اذا شفتهم يعني في شهر محرم او في قبل شهر صفر متوالفين ما في مشكلة، ممكن ادخلهم على بعض. بس حاليا زي ما علمتكم هم كل واحد في قفص، كل واحد يضرب الثاني. طبعا معلومة للكاسكو هذه، لو يعضك لو يعض يعض صبعه مثلا هنا صدقني رايح يقصمها. دائما تشوفوا انتونا او يقصه، دائما نشوف في السوق كاسكو يجيك مقصوص صبعه. ليش؟ بسبت يكون محطوط مع كاسكو ثاني ويتخانقوا مع بعض، فكل واحد يضرب الثاني.
فعساس كذا انا حطنهم كل واحد في قفص لين يتولفوا، وبعدين بدخلهم في قفص ثاني باذن الله. طبعا امس شفتوني تقريبا جبت اللي هو شو اسمه هذا المبرد ضروري عساس بحر بنج. طبعا يا شباب هذه ما تنفع نحطها حق انتاج الكاسكو. اوكي شوف هذه ما شاء الله شمتنها عريضة. اوكي هذه شمتنها عريضة بس ما تنفع. طبعا انا امس قصيت من شجرة قصن نفس هذا بس طويل مرة، بوريكم اياه. طبعا غسلته، بعد ما غسلته طبعا غسلته بالديتول والكرولكس عقمته، والان حطيته في الشمس بخليه يومين ثلاثة ايام خمسة ايام بالكثير علشان يكون كويس. طبعا السمك حق المتن سمك القرشة البيبسي، شفت القرشة البيبسية؟ انا باخذ هذه معي وبريكم. طبعا القصن فوق محطوط في السطح لاني زي ما علمتكم غسلته، وبوريكم الحجم. هذا ما ينفع تحطه حق انتاج الكاسكو زي ما علمتكم، لازم تحط لك مبرد. هذا المبرد اخذته ب70 مع كالسيوم فيه، هذا المبرد. اوكي بوريكم القصن. والله رقينا فوق السطح علشان المتابعين. طبعا شوفوا هذا اللي جبتهم، شوف ايش كيف السمك حقها زي ما علمتكم قسلتها مضبوط. شوف الفرق، شوف هذه سميكة، شوف يعني لو حطناها بعدين هنا كيف تصير كويسة ممتازة حق انتاج الكاسكو. وهم هذه شفتوا الفرق، بس زي ما علمتكم قسلتها بالديتول والكرولكس، وحاليا اخليها تنشف، لازم تنشف كويس مضبوط. اوكي طبعا هذه اي شجرة عندك، شجرة الامريكي او السمر ممتاز، بس لازم تغسلها كويس، تعقمها مضبوط 100% وتخليها تيبس، وبعدين تحطها في القفص. طبعا انا حطيت ثنتين. اوكي ممكن بعد احط الثالثة.
يلا بوسة بوسة بوسة. رقصة 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 رقصة. يا حلو. قريب قريب إن شاء الله نسوي لكم شهر عسل بإذن الله. كل شيء ولا الحبايب. نزينكم ونضبطكم في القفص الجديد. حاضرين حاضرين. هذا الحين قفص التعارف فقط. شو يسموه هذا؟ قفص التعارف. قفص التعارف. قفصكم قريب نخلص إن شاء الله. بتروح عليك الدروفة ماكو. يا حلو. شاطر يا جرولان حبيبي. هذا اول يوم ادخل النثية على الذكر. طبعا هذه البياضة جهزتها وفتحت لهم فتحة هناك تشوف. طبعا توي ما اخذ دقيقة خلنا نشوف الوضع. بيصير خناق ما بيصير خناق. اوكي ايش رايك؟ هذا الخشب اللي حطيته وهذا الاكل. هذا الذكر طبعا زي ما علمتك براقبها ما اشوف الوضع. هذا البياضة هنا بس يبي لها تثبيت عدل. لازم اثبت عدل. خليت الفتحة قدامها على طول. ابغى اشوف الذكر يدخل ولا لا. ترتيب. شوف ها القفص اللي قبل صغير. شوفها كبير يعني كويس. الحين بشوف الذكر مع النثية. أول مرة أحطهم في القفص. شوف هذه النثية. شوف عينها جاهزة. مساء الخير على الجميع. ما شاء الله تبارك الله. اليوم خلصت من تركيب البياضة ربي لك الحمد. وهم بعد الحمد لله اللي هي نشفت اللي هي الخشب اللي جبته اللي قطعته من الشجر تقريبا لليوم رابع. نمشي في الخامس. اوكي احس انه اوكي يابس. طبعا شوفوا العصر اللي حطيتها سيدة 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 للبياضة. طبعا البياضة للحين الذكر للان ما دخل. هذا الذكر وهذه النثية. شوف حتى النثية ما بعرفة توقف على العصر اللي حطيتها. طبعا ثبتتها كويس وان شاء الله. طبعا كتجربة ان ما شفت معهم هواش او شيء على طول بخليهم في هذا القفص. اوكي يعني الامور طيبة والمساحة القفص كبيرة والبياضة كويس. وزي ما علمتكم ما بعد يتوالفهم مع بعض لازم اراقبهم. اوكي طبعا اول مرة يجتمعوا في القفص. شوف الذكر يقلها عيب. الله قاعد اشوف فيلم وثائقي. شوف هذه النثية لازم يتهوشوا. للحين النثية محلت على شوف 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 نشوف الفيلم. الله مستانس عليهم. الله يحفظهم ان شاء الله ووريكم انتاجهم باذن الله. طبعا الذكر هولندي والنثي افريقي. بدت المعركة بدت المعركة. لازم يتوالفوا مع بعض هذيلي. لازم زي ما علمتكم اراقبهم واشوف الوضع. طبعا ما شاء الله النثية قامت تروح عند اللي هو البياضة. طبعا للآن لا الذكر دخل في البياضة ولا النثية دخلت في البياضة. الذكر واقف في الزاوية. زي ما علمتكم اول مرة اقتني جوز وقاعد اراقبهم وان شاء الله فان التوفيق في الانتاج. طبعا زي ما علمتكم اذا بتبغى تنتج الان لازم يكون المكيف شغال 24 ساعة. لازم تكون درجة القرفة اللي فيها الانتاج الكاسكو من 24 الى 27 والرطوبة تقريبا 35 اذا ما خاب ظني. اذا ما خاب ظني يعني. طبعا زي ما علمتكم انا اول مرة انتج وان شاء الله اذا نتجت رايح اعلمكم اول باول. طبعا برفع المقاطع في اليوتيوب اول باول باذن الله. طبعا كويس. الان النثية تكتشف قاعدة تكتشف البياضة كويس.
هذا ان شاء الله دخلت الان النفيه داخل البياضه قاعده تكتشف شنو هذه البياضه. ما شاء الله تبارك الله، يعني زي ما نقول ان شاء الله ننتهي ما شاء الله رايح ننجح بس شوي شوي. شوف ما شاء الله النافية شوي تطل داخل البياضة، الذكر هم يراقب فيها كويس. يعني ان شاء الله انا زي ما علمتكم اذا شفتهم اوكي متوالفين رايح اخلي المكيف شغال 24 ساعة. يعني ما شاء الله كويس تمام تمام. النافية زي ما علمتكم طبعا يا اخواني اللي يبغى ينتج كاسكو يحاول ينوع من كل نوع، يعني مثلا من هذا انا جايب ربع ربع، كل يوم احط لهم خمس حبات من اللي هو الكازو، خمس حبات من العنقيش. لازم تنوع، لازم تنوع من الاكل. لوز هذا طبعا نحتاج احنا املاح، حب ملح، اوكي كل شيء من خمس حبات، يعني ما نضل على شيء واحد. اوكي النوع احط لهم عين الجمل، اوكي عين الجمل. اهم شيء يا شباب الفستق هذا، البغبغانات تموت فيه. اوكي حباجة طبعا يا شباب زي ما علمتكم لازم تغير في نوع الاكل حق الطير، ما تظل على شيء واحد. اوكي يلا كل عيش بالعافيه اكلي. طبعا نحطها الى هنا، اوكي نخليهم يتنوعوا في نوع الاكل، ما نخليهم على نوع واحد بس حب، لا نعطيهم كل شيء ما شاء الله تبارك الله. نعطيهم تفاح، نعطيهم تمره في الاسبوع مره ولا كل يوم تمره متاثر، اي شيء فواكه ممتاز حق الانتاج، هذا يساعد في انتاج الكاسكو بقدرة قادر. اوكي طبعا الذكر يا حلو، انت يا حلو يا حلو. تعال 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 السلام عليكم شاطر شاطر. وفانا التوفيق يفضل تدخل لهم بس مرة في اليوم. طبعا زي ما علمتكم لاني اليوم اول مرة احطهم في قفص لازم اتابع الحالة، اوكي لازم اتابع زي ما خبرتكم يا اخوان الكاسكو يحب النوع الاكل المتغير، يموت بعد في السبال، شيء سبال يموت فيه. طبعا انا جبت كاميرا للان ما حطيتها علشان اراقبهم، طبعا الكاميرا تشبك على الواي فاي، ان شاء الله رايح اوريكم نوع الكاميرا اللي اخذتها. شوف يموت الكاسكو على السبال. يلا عليكم شهر العسل اكلوا نوعوا ان شاء الله تبارك الله. طبعا هذه النثية الان اللي تاكل، هي تاكل حب وناكل حب، ان شاء الله فالنا الانتاج باذن الله. هذه البياضة وهذا الانتاج، طبعا قريب ببيع الديلي القفاصة بس اتأكد للبيع ديلي يا شباب، هذا وهذا للبيع قريبا